السلام عليكم الزبناء الكرام. اليوم جينا نخرجوا من الجو ديال غورينا، رايا خلينا مورغانا مرجان، وجينا نديروا واحد التراجي غنمشيو واحد المنطقه سميتها سيتي فاز، جات ما بين اسني وكيمدن، بزاف الناس ما عارفينهاش. غنطلعوا دابا اليوم وغنمشيو غنشوفوا واحد المخيم تماك، كاين مخيم ديال سيتي فارس، مخيم قديم تماك في الاستعمار، دوزنا فيه مراحل ديال المخيمات مع الكشاف الوطني مع جمعيات مع بزاف. اليوم غادي نمشيو نشوفوا ونخليكم تكتشفوا. اول حاجه درت شي تغسلت لا ماشين باش غنتحرك، الموتور ديالي ها هو كيبان لكم، باش حتى لازم تسخ يتسخ على النقا، ما جاتش شي سخ فوق وسخ مي بوريش ليها.
السلام عليكم. من بعد ما بدينا الطريق ديالنا غادي ان شاء الله نمشيوكم لسيدي فارس مخيم باش نشوفوا المخيم ديال سيدي فارس. المهم باش تعرفوا خلينا اوريكا استفاض ما خلينا لتحت. دابا حنا طالعين مع الطريق كوكين غنقربوا الاوكين بي وغادي نقلبوا ديك الساعات لطريق سيدي فارس. خليكم تشوفوا المناظر الطبيعيه خلابه واخا كاين البرد ولكن داكشي زوين. وصلنا المفترق ما بين طريق تحناوت وطلعت على اوكي مبن. راه هو الطريق، ها هي الطريق، هذيك الطريق اللي مشيتي معها طلع لاوكي مبن. وهنا هاد الطريق اللي مشيتي معها تنزل لاوريكا ستي فاطمه. وهنا كاينه الطوره ديال تحناوت. تحناوت الطريق اللي غتخرجك تحناوت. قبل ما توصل تحناوت كاين واحد المنطقه تيقولوها سيدي فارس. هذيك المنطقه بالضبط غادي نمشي نشوفو حنا واحد المخيم كاين تماك. دوزنا فيه لحظات زوينه وسني وذكريات زوينه نحاول نتذكرهم دابا ونخليكم تشوفوا. السلام عليكم. عاود تاني وصلنا لواحد المنطقة دابا ما بين حنا بينات بين خلينا اوكي هي وخلينا اوريكا لتحت. ودابا طالع لسيدي فارس واحد المغارة مورايا. كاين واحد المغارة مورايا دابا نوريها لكم ونوريكم المناظر خلابة. نوريكم علي، ها هو. سلام علي، مشيت دزت للطريق زيتو مسكين فوقي حتى وصل لدارته ما يتحملش غير يكون البرد. المد ديال هيا المغارة هادي غالبا تيهزو منا داك الحجر تاع الكفراني ذلك. المهم شي حاجة تيستعملوها في السيما. سكوات طبيعة. يا سلام، الطريق هنايا صعيب. هاي بالكم اها علي سخن. علي جا البرد تيدير الحركات التخينات باش اللي دويت لكم عليها منطقة سيدي فارس، منطقة جد جد رائعة. خليكم تشوفوا المناظر. هذا هو مخيم سيدي فارس، مخيم غلط في الأول قلت لكم بأنه خلاه الاستعمار. لا ماشي خلاه الاستعمار، هذيك فكرة خاطئة. الطريق هي اللي خلاه الشانتي هو اللي خلال الاستعمار. اما المخيم انت كما تشوف معنا تماك دابا هو حاليا الريفيكتوار ديال المخيم فين تياكلوا الدراري. هو في الاصل كانت ريستوران ديال واحد النصراني قاوري، كانت ريستوران قديمه تما. هذا الريفيكتوار تاع المخيم. المخيم المدخل ديالو كاين من هنا تتنزل تلقى لي شومبر، وفي الاغالب تيديروا لي طونط الخيام، تيكونوا الخيام في الربيع في شهر 4 على حسب المخيم الربيعي ولا في الصيف. وكاينه واحد السكنه كانت قديمه ديال العسكر راه تبقى تيبان فيها شي حاجه، نمشيو نشوفوها. كنت نجي معاهم انايا.
منظمة الاكتشاف الوطني هي اللي عشنا معها. اسم الله حدث هنا في هذا المخيم باقي لحد الان وما تيجيو هنا نقاطع حتى هذاك الشيء حيت التواج الخدمه وبعدنا. هذا هو الريفيكتوار فين تيكون في احتياج للدراري الصغار، وكاين تحت قلت لكم مخيم، وهذه هي التكاين ديال العسكر القديمه راه في البلكات ديالها. وهنا كله عباره عن غابات شاسعه، وهاد الهبطه هنايا هاد الطريق هنايا هي اللي غتهبط كل تحت النوت، تخرج فوق تحت النوت في طريق اسني تهبط على اليمين لتحت النوت. مناظر جد جد رائعة خلابة. هو المخيم كما قلت لكم اللي هي هو قرب باش يبان لكم، تما كاين لي شومبر ديال الدراري، وكاين بلاصات فين تيديرو لي طون. هيا تبان لكم واحد التصة اللي هي هذيك اللي دار فيها طونت. كاين مازال مخيم لتحت، دابا مخيم مسدود. كنت غنتلاقى مع واحد الصديق باش ندخلو نشوفوه، ولكن قالوا لي هذاك الصديق ما بقاش هنا. كنا تنجيو طريق صعبه، طريق واعره، للاسف تي شارجرنا التليفون ما باش نوريو لكم الطريق كامله. كنا تنجيو في ميني بيس، غالبا تنجيو مع واحد السيد هنا هو تيت. وفي الليل تيبان واحد المنظر زوين، ها هو غيبان لكم ما بين الجبل، بين الجبال. الا شتي شي من داخل المخيم في الليل تيبان لكم اضواء تاع مراكش كامله، منظر جد جد رائع. علي خليته ليه جا البرد مسكين. هو الحيط تاع هذيك التكانه ديال العسكر كاين مازال فوق في الغابه، كنخليوها مره اخرى ان شاء الله. دابا لي زمضان هذا وقربات المغرب وخصنا ننزلو في حالتنا. وغادي ننزلو ما عادش ننزلو من الطريق منين جينا، طريق اوكي طريق اوريكا، غادي ننزلو من طريق تحت النوت، غنفوت تحت النوت على طريق اسلي وننزلو في حالتنا. للاسف الطريق منا شبطنا دي شارجنا التليفون توصلنا دابا هاد المنطقه هادي انا نوريها لكم. ما صورتش المناظر ما بين اي سي جي فارس والطواور ومفترق الطرق هنا ما بين اسني وتحت النوت، ما صورتش لكم، ولكن مره اخرى ان شاء الله غادي نصوره. المهم ها هما الطواور اللي كاينين من بين ما بين سي جي فارس وطريق اسني، كاين توفيسيرين اغلي اوراكن أمرزوازت تدممت زاوية بوحيتا وتغال مخيم سيدي فارس اللي وريتكم، جماعة إقليم الحوز جماعة غواطين. أيوا إلا مشيتي معنا الطريق منين جينا خلينا أوكي مبنو دزنا لسيدي فارس. وهاد الطريق هادي كاين طريق أسني وتارودان، هاد الطريق منين جينا ها هي وريها لكم المنطقة فين جينا دابا مخترق الطرق. خسرنا الموتور، خسرنا البيكي، ماشي خسرت الباكينة، حلنا البيكي جينا نقاد. هاي الطريقة هي هاد الطريقة اللي مشيت معاها تطلق تطلع الأسني مولا إبراهيم ويركان جوكاك تارودان تقادير الطريقة القديمة. وهاد الطريق لا بت معاها تنهبطو تحت النوت مراكش إن شاء الله. وهاد الطريق هي من جينا من اوريكا دزنا قربنا لاوكي مدنا قلبنا سيدي فارس وخرجنا منها فيها مناظر واعره، ولكن للاسف تي شارجرنا التليفون الا شارجينا هنا. نتمنى تعبونا بلايك تشجعونا، شكرا. كان معكم جميل المعتمد مراكش، ولكن باقي غادي نصور الطريق الهبطه ديال
تحنا والدخله ديال مراكش تحنا. Thank you.